السلام عليكم اخوتي، انا ما كنت واحد ما جبتهم دائما. احنا في اليوم رانا في حي جامعي هنا، هذه يعني بيت تونس او اميزيو دو لا تونيزي. وجدنا طلبه هنا في امام الحي الجامعي نتكلموا معهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكم يا اخوتنا؟ الحمد لله. شنو احوالك انت؟ الحمد لله. الان تعرفوا عليك اخي؟ انا اسمي احمد، طالب في فرنسا، يعني ثالث سنه لهنا. جيت يعني باش نكمل باش نقرا نعمل ماجستير في جامعه سوربون، يعني باريس سوربون. الاختصاص يعني ميوزيك ميوزيكولوجي، موسيقى وعلوم موسيقيه. دونك نسكن هنا في السيتي يونيفرسيتير هذا بور لا ترويزيام اني في الميزون دو لا جوست لا. دونك فوالا، خلي صاحبي يعرف روحه. شكرا. اسمي اسامه، عامي ثاني هوني في باريس. نسكن في ميزون دو لا تونيزي، نقرا ماستر 2 في علم الموسيقى وعلم الموسيقى كيما بازي. دونك كهو، دونك عندي عامين في فرنسا. يعني هذا لا ميزون دو لا تونيزي، يعني شكون يعني له الفخر في بناء هذا؟ يعني شكون له الفخر في بناء هذا القائمه هذه؟ والله حسب المعلومات معناتها اللي عندي، مانيش متاكد منها بكذا، يقولوا معناتها يقولوا زعيم حبيب بورقيبة هو اللي معناها بعد استقلال تونس وكل شيء، من أول الحاجات كيما نقولوا الإنجازات بعد الاستقلال، معناتها أون بارتنيريا مع فرنسا، معناها وقع إنجاز ميزون دو لا تونيزي. فيها دول عربية لديهم نفس الشيء هنا؟ من هي الدول هذه؟ المغرب، لا ماروك، الكل في الكل، والجزائر، لا ماروك، لا الكل في الكل، ثلاثة دول عربية. من هي الدول هذه؟ اللي هي تونس والمغرب ولبنان. الجزائر ما مالوغوزمون ديجا احنا نتسائلوا كيف الجزائر ما عندهاش. سبحان الله، يعني دولة غنية و سياسة تدخل ساعتها. لا سياسة والله، يعني مش قضية سياسة، قضية رجال يقفوا على أولادهم. ها شنو الوضعية الحياة يعني هذيا في السيتي يونيفرسيتير؟ أجواء يعني طيبة برشا، يعني الفرنسيس بيدهم يتمناو أنهم يجيو يسكنوا هنا في السيتي يونيفرسيتير. خاطر الفرنسيس ما ينجموش. كم عدد الطلبة فيها؟ كم عدد الطلبة فيها؟ ما ينجموش، خاطر الأكثرية للأجانب معناها. كيلكو سوا المان، كنديين، امريكان، فهمت. كم عدد الطلبه في العماره تاعك؟ الفرنسي نعم. كم عدد الطلبه هنا توانسه في الميزون؟ تقريبا 200، ترفع 200 شخص تقريبا. فيها كل الامكانيات؟ فيهم 10% يعني بغاسي اجانب، ماهمش 10 ولا 20%. 30 نون سي ترو في بالي، 20% ولا 20% جنسيات اخرى باش يعاونوا يعني التبادل الثقافات. يسكنوا معاكم؟ اي كل ميزون معناها هذا الميزون ذي قانون في السيتي يونيفرسيتي. فيه مشاكل في الطلبة ولا هنا مشاكلكم كطلبة يعني؟ الحمد لله. بما أنكم تكلموا الفرنسية مشاكل بالنسبة لنا يعني. نعم نعم. في الحياة في يعني كمغترب كطالب يعني أجنبي في فرنسا، ثم مشاكل درجة أولى، مشاكل يعني مادية بالطبيعة. تبقى كيفاش باش تمول الدراسة نتاعك؟ كيفاش باش تمول؟ ما يعطوكمش شي إعانات؟ نون بورسيي. نون فما شكون؟ فما شكون دي بورسيي؟ فهمت. ثم اسم تدرسوا على 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 حساب على حسابكم؟ على حسابكم كيلكو سوا، معناتها ناخذوا اموال من العائلات نتاعنا ولا نخدموا باراليل مع القرايه. عندكم حريه باش تخدموا هنا؟ اي موجود. يعني انتم كتوانسه يعني واش عمل اوتوريزاسيون؟ اون با بروند اون اوتوريزاسيون بور ترافاي. مليح هكذا، سهل الامور. كونتريمون الجزائريين زاد هذه حاجه نستغرب منها. يعني هذا السؤال يعني غريب، يعني سبحان الله، يعني هذا السؤال اطرحه دائما اطرحه، لماذا احنا ما عندناش يعني كيما انتم ميزو الجيريان؟ ولا اني الجزائر يعني عانيت اكثر من الاستعمار الفرنسي فيها. نعم، قعدت فيها اكثر وقت 132 سنه. شيخ اخي، يعني بما ان الفيديو هذا راح يشوفه جزائريين وعرب ومغتربين، ما هي كلمتك للناس اللي يشوفوك؟ كلمتي حاره يا اخي. كلمتي حاره. كمل دونك ختام معناها ختام مسك. مرحبا بكم في ميزون دو تونيزي، وان شاء الله كراو ميزون فما ميزون دو الجيري كيما فما ميزون دو ماروك. تولي العالم معناها المغرب العربي دونك عنده ميزونات ان شاء الله. اوكي، ربي يعين العباد الكل. يعطيك الصحة. سؤال هنا يا هذاك سؤال اخي، علاش هنا دراسة في الموسيقى فقط؟ في اختصاصات اخرى ولا فاش يعني؟ يعني في دراسة في تخصص اخر، انتم عندكم دراسة في الموسيقى؟ بالنسبه لنا احنا يعني في التونسيين اللي هنا لا موجود. انت في الموسيقى وموسيقي، ليش ما اخترتش من التكنولوجيا مثلا؟ نحن علاش ما اخترناش؟ ايه في الاصل يعني لا فيه يعني طلبه يدرسوا اختصاص موجود، معناتها شنيا دي انجينيور، موجود دي اركيتكت، دوتر ارتست في دوتر دومين، عباد في الايكونومي، زعما برشا معناها.
c'est une petite société معناها فهمت 200 شخص عينه مصغره صحيح عينه مصغره من المجتمع الكبير نتاع الطلبه في تونس مثلا بالتوفيق اخوتنا اخويا غسان بابا واتكلم مش قول اخويا غسان كاور تكلم كلمه كلم قول كلمه قول كلمه اصحاب الدغره والقصرين قول قول هيا سلام على جميع كل اللي تفرجوا فينا جماعة المغرب جماعة تونس جماعة الجزائر وكلنا وخيين ومرحبا بكم يعطيك الصحة أختي سلام هيا على العائلة في تونس وعلى الجزائر الكل يعطيكم الصحة السلام عليكم شكرا لكم سلام عليكم